معك فيزا الشيك محمد. هذه الجمعية اللي جات عندنا اليوم ديال تنظيم الضريبة للجماعة، والهدف هما اللي هما الهدف هم الناس اللي عندهم ضرائب وما تيخلصوش شيء، وبالخصوص عندنا واحد 10 ديال المعامل في جامعة الفيزا وما تيخلصوش الضريبة. هذا هو الهدف اللي جات اليوم هذه الجمعية هذه عندنا، وتنشكروها بزاف هذه الجمعية اللي جات عندنا اليوم. أما قضية ديال الجمعيات، قضية ديال الجمعيات كاين الجمعية اللي دايرة جمعية وما تخدمهاش، كتحط لنا دوسي ما عندها لا أنشطة ما عندها حتى حاجة، ما يمكنش نعطيوها الدعم. هي جمعية بدات وما تعطينا شي، ما عطاوهاش الدعم، ما عندها ما تخدمش ما خدمهاش. وهذيك الجمعة ديال تطلعات نسائية ديال دار الطلبة، تقريبا 20 عام هذه خدامة عندنا في الجامعة. وكانت واحد رئيسة من قبل كانت تاخذ سوقيات 1000 درهم في العام. دابا جات عندنا هاد الجمعية هادي ما كتخلصش، عندها 34 بنية وما يمكنش ما نعاونوهاش، وعندها اتفاقية معاها باش نعطيوها 3 مليون في العام. دابا ملي بقات كتخلص ما تخلصش من الوليدات، حنا من حقنا باش نعطيوها 3 مليون ديال الدعم ديال السنتيم باش تعاون ديك الوليدات، وتا الله فيهم. 34 ديال البنيات راه ما يقدش واحد يعيشهم غير لوحده. وتنشكر الجمعيه ديال التطلعات النسائيه اللي جات عندنا جامعه الفيزا واعترفت بينا وفرحت بينا وترحبوا بها، ترحبوا بها بزاف بزاف بزاف، وتعاود ان شاء الله اللقاء ديالها معنا جامعه الفيزا. وشكرا.